بداية أبدأ بالحديث عن الباب الجديد اللي هو باب ما جاء في المسح على الخفين. باب ما جاء في المسح على الخفين. كنت كثير ذي الشتوى دائما يطرح هذا الإشكال بالنسبة للمسح على الخفين. هل يجوز باش يولمي يغلظه كاملا أم بعد أذ يستقشر ما شاء الله بعد ما سيخسر الوضوء أذ يعود الوضوء؟ عادة شو قوارن بالشتوى ذي ضرر تل ذي ضرر شين يقول هار الزازا ينسير ذي ضرر خطر صمد الحال وكذا نصير ذي ضرر تفذين وكذا إلى آخره. ويطرح السؤال هل يجوز المسح على الجوارب؟ طرح علينا هذا السؤال كي وصلنا لهذا، أشرنا إشارة إلى الموضوع وكان السؤال مطروحا يومها هل يجوز نغ إلاق مجلد. لكن مسألة خلافية بالنسبة لفقهاء المالكية، ناند إلاق الممسوح عليه يكون من جلد إلى قدر ذوه الإمام زيك خدمن الخفين كي سهلين نفاثني دوكا دي شفا يعني نفاثني دي فلاحا يمكساون خدمن اكا ماشي صبالا فيورا ذي الكاسن الى اخره. فبالتالي الخفين كي لان زيك لان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لان في زمن الصحابه لان في زمن كان يعدل ماشي فرنسيه استخدمت تم الدم. المهم فقهاء المالكية قالوا الخفان لا بد أن يكون من جلد، هذا رأي المالكية. طيب، ولكن بالنسبة لجمهور الفقهاء قالوا الممسوح عليه ليس شرطا أن يكون من جلد، يعني يجوز المسح على الجوارب في التقاشر. فما جماعة الخير ثلاث سوالي من الإخوة وقادي مسحنا في تقاشر الجوارب. أخذا برأي الجمهور لم نأخذ برأي المالكية عمليا في هذه النقطة. ذاكي نفتح قوس مهم، ماشي معناتها إذن المالكية معنى في كل شيء، لأن أحيانا الإنسان يطبق المذهب وايض عادي يجوز، إما يكون برأي ولي الأمر مثلا، أما إخراج الزكاة نقدا ظلم يقرب يفوك العيد يفوك رمضان مرفض رمضان على إن شاء الله هذا نسأل الله أن يبلغنا رمضان. يطرح هذا السؤال أشيني هل ترى يجوز أن سفق زكاة النقد نقدا لذرينا نغلقة السفق تمزين نغير ذن نغ السميد نغ الروز. وفي كل مرة يطرح هذا الإشكال من فقهاء الأحناف قالوا بجواز إخراجها نقدا. يساد ولي الأمر أما إفكاد الأمر ذي الشغلاقي يعلن عن جواز إخراجها نقدا، معناه ولي الأمر اختار رأيا فقهيا معتمدا يطف الرايه، اذا فالحرج مرفوع. هذا من جهه. من جهه ثانيه نكني دين سلمان نولى المصلحه من الفقراء من سفغت ذا ذريم. كنت دينير مثال نقر دائما في كل مره نوض الموضوع هاكي، لو كانك مثلا كان في زيوزو ياكل يهلي الناس نفك سميد ثم زين يردن سميد غادي يكون ثراء عموما سميد ماشي ثم زين ماشي يردن الا القاضي ثذرين وكذا لانه قال يعني يستسم ثم زين وكذا يردن. تصور الفقراء اسمك سميد ايماجيني اذا كان ياكل اقلاط قلت الحومه نسعى 10 يهلي لن اكل من لا هذا سنفك سميد يعني في كلمه ديال الخير من خاطر ماشي انا مشاكي كون وياك سامي ديريما سوغ مدلب ساي وراو نوان
سلسان مليح تعقد مليح سامي ذريمة واحد غفرم تغفرم وكذا في السيلين اسيدي تساوي ليكاد وتساوي من الهدايا صافي ماذن كني يهليلا في كما غد كان سميد فقط صافي اني غنى كنت حرام ونزميران روح نجيجو انزل سميد باش ادناوي ذريمنا ولا يغن في اللاس مي زمر يودينا موري في مارتي مسالاكي اكيني لو كان تسوفوغ مارا وكان تسوفوغ مسي ذريمن رمضان نوني تسوى على القيريك نتسموت سلمى ولكن خاطر العزمه اللي بعد في الحلقه تولي السيناريا ويصار الفقه سي نورمال كي ناوي لاي كي نسوفري تاكا ما تسوى لا لي كونسيكونس اي غد نيغا ولا كي كي غد اول دبايو يكون يهضر في المسح الخفين اتصفض عند المالكيه اشي قال الخفان عندنا وعند العرب يطلق لفظ الخف على المجلد على الجلد يكفوا هذا راي المالكيه ونحن مع المذهب المالكي نحن مالكيون هذا مذهبنا ويمثل عماد أو عمودا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بسم الله السلام عليكم في حلقة جديدة من حلقات شرح الموطأ بيان موطأ الإمام مالك رضي الله عنه يثير الرداء يا ولدي يغلظوا سمحي ما الا يغلظوا يلسى لغو مثلا العشاء يلسى الجوارب تقاشير بيان يلساثن بالشروط ينس يكرد الفجر يتصيصم في نكسارة يغلظوا يبض في دار يكوى عرني اللوظو خاطر هنا كي نص ثقال اليس كذلك صمد الحال دايكريس هذه مسحكيكا في الاسم كي نستين فافور شكيت ما شاء الله هذه فرح يصنع خاطي لذلك نفتي بجواز المسح على الجوارب اخذا براي الجمهور لاحاديث وردت في البخاري وكذلك عند الامام احمد في مسنده ما كان حتى حرج ما كان حرج ولكن في الغالب مع المذهب المالكي وهذا الخروج الجزئي مراعاة للخلاف مسألة ايضا مهمة الكوفينيغ مثلا أمشي الزر صلاة الجنازة دي المذهب المالكي بعد كل تكبيرة دعاء الميت الله أكبر دعاء الميت تكبيرة ثانية الله أكبر دعاء للميت أربعة تكبيرة ولكن ترى ما السلام الشيخ هنيني أن زلت صلاة الجنازة كالآتي التكبيرة الأولى الله أكبر أدنى صلاة الفاتحة وليش يسلم المذهب المالكي ولكن لا عند غير المذهب المالكي بعد التكبيرة الثانية أدنى الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هكا بعد التكبيرة الثالثة والرابعة دعاء الميت والدعاء لأهله والدعاء لنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفرنا ولا وقبل ذلك أدنى اللهم أكرم نزله ووسع مدخله ويسر حسابه ويمن كتابه وثقل الميزان بالحسنات إلى آخره أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم السؤال أي غرة أدنى قار الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة إليون الباب اسمه مراعاة الخلاف مراعاة للخلاف والمالكية في منهجهم الفقهي يأخذون يعتبرون ما يسمى بالخلاف مراعاة الخلاف يراعون الخلاف مراعاة للخلاف يجوز باش نزار صلاة الجنازة بهذا الشكل يبغون الميساج يبغون الله يبارك صافي ثورة مثولة ميون داكين في زيوزو يمسحها في الجوارب يجوز حكي المالكية ايه ناس المالكية يقولون بأن الخوف لازم يكون بالجلد ولكن مراعاة الخلاف يجوز وذي رفع الحرج رفع الحرج سمحتي كل يوم دين غيجرب تمسح الخفين تمسح الجوارب سيو فافور تفض سوس الزرد العشاء صلوضو من بعد تصد وتكسدار تقشرنيك اسيو باش زكا الفجر مرد اذكر سي رابيد سي افيكاس سي براتيك هذه مسحه على الخفين والساعه مفهوم بشرط الخف انا قايف معني يعني الجوارب
يعني تقاشر هذه الشوري مشاركين راه سينا رقيقين هذه زوري شويه هذه الغمناك العضو الذي يجب غسله يعني لبد الكعبين ماشي تقاشر اللي كان رقيقاني مشطاح لا الا قادي غوم ياكو اي نقله قادي يريد الى قادي غوم ما غوم من تقاشر ينك يجوز باش تمسح على الخفين مسفاهم يلا هاد اللغه سين النظم هي المالكيه وكذا الجمهور اشحال مده المسح على الخفين اللي بغى يجاوب يجاوب تفضل المده اسكو 24 ساعه اسكو 3 ايام اسكو 15 يوم اسكو اقول شهرين نعم عليك نور بارك الله فيك مدني المقيم والمسافر اعطيك الصحه يعني يميز بين المقيم والمسافر ولا داكي الكوخان في مورتيس وكذا اكل وين مسافر اثنا اون فواياج اثنا مسافر تفضل دا شو الفرق بينهم شحال المقيم شحال المسافر سي صلاه الصلاه ايوا يعني يوم وليله يوم وليله بالنسبه للمقيم يعني تورا كولا نكون داكي اقلا مقيمين اقلا كخامنا فر ماشي فاض بلاد مرا عزاز كان غدير عم خد انا كاين المسافر لا احنا اقلا مقيمين صافي تسايض اليوم وليله 24 ساعه اذا كذواس ممكن سي الفجر ناصي طهور مثلا اتاخذ اللوفو من بعد العصر اتاخذ اللوفو اذا راني مسح اسميض ماشي كنذوب وقت الشتوى من بعد حتى هو السنوية ماشي غير فقط الشتوى الشتوى انما لي حاجه تيوض المغرب كيف كيف امسح على الخفين تيوض العشاء امسح على الخفين الصلصيسن الفجر امسح على الخفين صافي المقيم 24 ساعة يعني يوم وليلة المسافر شحال؟ ثلاث أيام بلياليهن أو ثلاثة أيام بلياليها ثلاثة وسان ثلاثة وظان ثلاثة تروا جور تروا جور تروا نوي ثلاثة وسان وظان المسفى هذا رأي الجمهور رأي الجمهور يعني الحنابلة والحنفية والشافعية أما المالكية ذاكي وسعان أشي قارب بلا تأقيت سمانة غاكور 15 يوم شهر عامين ماذا مثك الزهر تقشر طبعا مش يقيم يعني ولكن ممكن الإنسان يكون في سفر ممكن يحوج 10 15 يوم 20 يوم عادي يجوز صافي رأي المالكية موسع رأي الجمهور مفصل بين المقيم والمسافر المقيم يوم وليلة المسافر ثلاث أيام بلياليها رأي المالكية موسع سمانة عشر أيام خمسطاش عشرين أقول ألما تقصد تقاشر نينك مثل تقصد ذا ين إلى قال ما تعوض الوضوء أشتي أنا مسفا ما كاين جماعة الخير وجيك باش كنت شرحها يعني المسح على الخفين اللي هو الباب باب ما جاء في المسح على الخفين يلقاو في الدين غير بوال انه احاديث المسح على الخفين رويت من 70 صحابيا باش الظن بلي حاجه سوليد 70 صحابي معناتها باش الانسان ما تيخدم سي فافور الشرع إذ أرواند الأحاديث 70 صحابيا باش الإنسان يكون في غاية الإطمئنان يكون مطمئن تماما يقيم الخلافة الجلد أو عدم الجلد يعني من غير الجلد الخوف من غير الجلد يعني يعني الجوارب أقصد هذا أمر تفصيلي ذكرناه الآن جاب ربي الآن الأمر واضح ثورة مديني المسح على الخفين المسح معناتها ماشي الغسل ماشي معناتها من 15 يوم معناتها تسير صوانا لا تمسح وطريقة المسح وكذا سنذكرها في في الدرس القادم ولكن معليش نبدا الآن يكون على الظاهر ويجوز على الظاهر والباطن هذه التفاصيل سنذكرها في الوقت المناسب الآن الذي يهمنا باش في أن يسين المسائل الدقيقة في مقدمة هذا الدرس فنبدو مع الحديث رقم 70 حديث رقم 70 في الموطأ حدثني يحيى عن مالك حدثني يحيى عن مالك
عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك إلى آخره. ثم نقيم ذلك في الإسناد وأضحك درسني عدني غاوند الإمام مالك أخطأ في الإسناد. الإمام مالك يغلظ الإمام مالك تقوشو في الإسناد. وعلى بالك جماعة الخير الإسناد ذيني وعرنا طاس لو كنت يقول يرنا كان طبق الإسناد نهني طاس أنت مسألة يهني صح؟ سوى غيثي قدار ميرين سلمان خطر سكينة القيمة الإسناد كوشا بيبري أدي يا سيدي مثلا ديني يضرى كذا وكذا صافي يضرى كذا وكذا نخدم الكيرة ديجا نسلا كان أول ما يحبس وكتي ديننا الفلاني الفلاني وكتي ديننا الفلاني السند أنظرها الطرف الذي ذات نغ القرص تقبيلتي كشمد ويس ثلاثة أديك شم ويس ثلاثة أدي السلوغ تعاون تزديا ودي خدم شوال دي خدم الفتنة وكيف ترى ماشي كان ويس ثلاثة ويس ثلاثة ويس سبعة ويس 14. لذلك ابن المبارك نادى الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لذلك علم الإسناد علم دقيق جدا. لو كان بنادم أذي غلط ديكس إذر خسر ويحكم على صحة الحديث أو يحكم عليه بالضعف بالنظر إلى الإسناد سند وبالنظر إلى المتن متن الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أباردينيل قال النبي صلى الله عليه وسلم سقس ما دين ضينا دين فيه ونقنص المتن متن الحديث ميقف ليساك أين في سنف الحديث يسند يدين استقبالي في السلم في الناس عن فلان عن فلان عن فلان. وذكرنا لكم طرق الرواية في الحديث ونقل الحديث هذا ذكرناه فيما سبق وهو من صميم علوم الحديث الشريف. ثورمي دنفس فهم شوي معنى يسل المسح الخفين وكذا كل الأمور الفقهية ثورة دنيني بالإمام مالك يغلظ أخطأ الإمام مالك في الإسناد وكي يقولوا أخطاء الإمام مالك في الإسناد ثورد فقن أندى أخطاء زرت كان الحديث رقم 70 حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد هل ما دقي لباس من بعد من ولد المغيرة بن شعبة ذاقي يغلظ الإمام مالك روح أندى روح صافي نفهم عباد بن زياد عباد بن زياد ذميس المغيرة بن شعبة صح أكيدنا عن عباد بن زياد إناد من ولد المغيرة بن شعبة من ولد المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة صحابي جليل عرف بالفطنة والذكاء الخارق خارقين حرش مليح يقفز مليح والله عمر بن الخطاب على الكوفة وولاه كذلك عثمان بن عفان بعد ذلك مغيرة بن شعبة عباد بن زياد ماشي ذميس ماشي ذميس صافي الإمام مالك ذاك الصراح يغلق خاطر ديننا عن عباد بن زياد إنه من ولدي المغيرة بن شعبة ذيك الصح ودي أمشي نظر في الخطأ خطرة تغرضة علم الرجال تغرضة أمشي تميلين لكن في قوس آخر نكوني في زيه مغارة تسمغارين تسكنس القيمة إن سب تمستقسين أتصفوا التدباتك سيديوية كمشي في الله الفلان تقاطع جوجر الفلاني الفلاني ساعة كذا الفلاني ميس الفلاني يا خكا ما يسعى 12 بورا وسكني دياوي يغولاني سكني دياوي كلش لعمومي سخواليس جديس كلش
زكي القرايه خوف علاش قليل جدا تعتمد في الذاكره ميموار نسن شوفون تمستقسايين ثورا الساقي ذره ولعمو الله ينوب ديجا ما يسن فاباس ديماس لاباس جد السما يفاتي ديموث بالك يسقسايير خلاص مالوريزمون ومالك اصلا شي نسبه باس نجديك يا حسره شي نسبه باس نجدي سنا بابا بابا يسعى بابس يقارد اسميس اكا وقيمي يسعى اسم ديال الله يبارك مي بابس نجد يا حسره علم ثقل الانساب مهم لذلك عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه بيجمسنا علي بن ابي طالب معروف باسم نسابة العرب هذه السماء كنا كتسمينا كدي جبل وكان يجلس إليه الصحابة بيوم الجمعة القمم ذي ثيلي قبل داس الجمعة أسن ديحكو أسن تقسير دي جاوب وقي عاقلة اسم العاقل بأبي طالب ذيك مسنا علي بن أبي طالب مع شكل الأقواسي كلها إن شاء الله مفيدة سؤال نغال إلى الحديث رقم 70 إذن عن الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن عباد بن زياد من ولد المغيرة ذاك الصروح الإمام مالك ذاك غلط البخاري يفقنا غد باللي ما نغرى البخاري نفل الإمام مالك يغلط دي الموطة ما نغرى صحيح مسلم أن نفل الإمام مالك يغلط وما نغرى يونسي كبار المالكية اللي هو ابن عبد البر في التمهيد أن أيضا هو خطأ الإمام مالك إليك الإمام مالك يغلط وهذا لا ينقص من قيمته ولا ينقص من قدره مش نقص القيمة يس القدر يس خطر يروجي لدي الموطأ هو الموطأ من أعظم دواوين الإسلام ولا يعني هذا أن ننقص من دواوين الأخرى لا كالبخاري صحيح البخاري صحيح مسلم مسند الإمام أحمد مستدرك الإمام الحاكم سنن الترمذي لا ينقص ولكن واجي من أولى الكتب إمزور ذوان موطأ صفي الخير دم قران دير روج دير الكنز دم قران لقيت روح حس يغلط إذ ما دين ضيه مالا غامي أشي نير سهلة شوية مليح عن الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري الوسيم بعد ولد ياسند فيرس أدياس واجي عبد بن زياد عباد بن زياد عن ابن المغيرة بن شعبة أميس عروة من بعد عن أبيه المغيرة بن شعبة صافي ذي كان يستروح ماشي طاسة ذي كان السند لماذا؟ لأن عباد بن زياد ماشي ذميس المغيرة بن شعبة إذن عباد بن زياد لا يتصل بالمغيرة بن شعبة لا في النسب ولا في الرواية هكذا يقول العلماء هذه العبارة شفوا عليها يقول لك عباد بن زياد لا يتصل بالمغيرة بن شعبة كما ورد في الحديث 70 من موطأ الإمام مالك لا في النسب ماشي ذميس ولا في الرواية لأنه لم يروي عنه صافي إذن هذا الكلام اللي سمعتوه وهذا الصحيح السند الصحيح هو الذي رواه ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد يفقد باللي الشيخ بالإمام مالك يغلط ذي نقطة كانت مشطوحة ذي السند جماعة الخير ماشي ذي سهلا باش بد ما يحفظ الأسانيد وذي السين الرجال وكذا حاصرة في كل دي الشهادة ثلوفة كان غدي ساسن السين ظل فلاني صدرت الفتاقي قبل 6 شهور الشاهد كان يمكن الشاهد ايه 6 شهور كان حكويد كان شويه ضرر لكن اش في ضرر ايه امشي هما 6 شهور او في كوال 6 ايام في كوال سمانه كان عاد نحن والله اللي غني والله ما شفي قول شفي غير شفي ضرر الشاهد ديما الشاهد حنيق الشهاده ربي ودى الامر نتاع الشهاده هضرت في الناس يعني فيها مسائل أخرى في أكبر آية في القرآن التوثيق آية التوثيق والشهادة والرهن والتجارة تندي الآية 282 من سورة البقرة صفحة كاملة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوا
الشهادة مش الإنسان تشهدوا كرة الشهادة. لذلك أريد زارة كرة الشهادة أريد زارة شهادة نزور خطر الشهادة إما تيهت شهادة الحق إما تيهت شهادة زور شهادة زور إما الزيادة نص النقصان يزقد نص نقص وثيكوا من قرنوا بين شهادة الشهود أتفض التعارض كامل ماشي لي شوية لا عجبك لا شو تسمو ثيكوا تساقين رتساقي كيني تسا ويضا كيني تسا هذا ديجا ثمو كومبلي 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 يتسوت وما نشد السماء شحال إلى آخره. ونحن نذكر هذه الأمور جماعة الخير باش نعذروا علماءنا الأجلاء. الإمام أحمد كان يحفظ مليون من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. شحال إلى قطر كامل ياك دولة كاملة كون يحفظ الحديث ويا رب تحفظنا شو يحفظها. ما يحفظ كل الحديث، ما يحفظ السند بالك 14 بالك 15 بالك 20 باش هذا يوضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الامر الهين. اذا يا جماعه الخير السند الصحيح اذا عن الامام مالك عن ابن شهاب الزهري عن عباد بن زياد عن ولدي المغيره عن ابيه المغيره بن شعبه التتمت الحديث هكذا صافي وقي ذكرنا هذا الخطا في الاسناد الذي وقع فيه الامام مالك رضي الله عنه وارضاه. انك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيره بن شعبه صحابي على طول صافي ولد يهضر في الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك ذهب لحاجته في غزوة تبوك مقل كان الحذاقة ذهب لحاجته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروح إلى بيت الخلاء يقضي حاجته الطبيعية. إذ ذهب لحاجته يعني يروح هذه الطيارة من تسا يروح يقضي الحاجين. إن دقي في غزوة تبوك تبوك لقد نهضر شوية في الناس. أولا تبوك جند الدوسة هي في شمال مكة تبعد في المدينة المنورة 600 كيلومتر تقريبا تبعد. تصور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هذه يروح هذه يخدم الغزوة في تبوك ذو نفذو شحال تبعد 600 كيلومتر يعني هي شمال مكة ولكن تبعد في المدينة المنورة 600 كيلومتر 600 كيلومتر أو أبي أبي يا جماعة كل كلمة يوصل كات كات كلمة تيزي 600 كيلومتر ولف كان مش لين سهل مش لين سهل معنا ونذكر هذه المسافة وكذا باش نظهر بلي صعب مش لين سهل. الغزوة قسم غزوة تبوك وتبوك الآن دي السعودية هي مدينة تجارية مشهورة. غزوة تبوك سعي الاسم أيضا في سقرة غزوته إلى قتيل النيم غزوة تبوك سعي سمويل سعي سمويل سنتياكو لا لا اسميس غزوة العسرة هي اسميس غزوة العسرة. لماذا سميت غزوة العسرة؟ أي اسم غزوة العسرة لأسباب تصنع السبب. السبب الأول العسر الأول عسر العسر ضد اليسر اسم غزوة العسرة لأسباب. السبب الأول 600 كيلو ماشي غزوة على بعد 3 كيلو ما يعطلها هاو 600 كيلو أرنحون الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أذلحون مسافة طويلة. إذا هناك عسر عسر في البعد شوية مليح خطر يعني حلقة الأخرى بعد نستقصيك شوية عندنا يعني على الأقل هكذا شوية صافي. غزوة تبوك هي غزوة العسرة مسفهم تشم الديسك دور الله يبارك. أي غزوة تبوك خطر سامدينت سامدينت اسمي تبوك منطقة اسمها تبوك الناس 700 كيلومتر سين المدينة هي شمال مكة. طيب إذا سميت غزوة العسرة لأسباب. السبب الأول أنها بعيدة 600 كيلو بعد المسافة. السبب الثاني لنفذوا وقعت في السنة التاسعة من الهجرة قلنا نفذوا إيش هذه المنطقة اللي من في الشتواء يحمل حال
في الشتوى نروح دي الشتوى دي جانفي ديسمبر كليماتيزور دي خاطر يحمي الحال اصلا. طيب صافي اذن حراره الجو جو حار جدا ماشي ديما سهلا. ثلاث العسر السبب والثلاثه علاش علاش مشاري قبل النبي صلى الله عليه وسلم اعذاب الفعاد سخانه ولا شميم تاويل سوا شاد ديال السلاح سوا شاد ديال السيوف سوا شاد ديال الخيول سوا ديال الغمان الحرب حوايج مصروف. وذين النبي صلى الله عليه وسلم الزمر السيني ربي في كيدس ديش قال الملائكة ولكن واحد الصحابة نجر الصحابة ينس وسان كل شيء ديفكا. ولكن أكثر المنفقين في هذا الغزوة شكون؟ أعطيكم الصح عثمان بن عفان أكثر المنفقين الذين أنفقوا في سبيل الله في هذه الغزوة هو عثمان بن عفان. ذين سينا ما ضر ابن عفان ما يفعل بعد اليوم ما ضر. وطبعا انفق كذلك يعني كل الصحابه ابو بكر الصديق وعمر الخطاب يعني كل يوم ده شو انفق. ولكن اكثر المنفقين في غزوه العسره هو عثمان بن عفان رضي الله وارضاه عنه وارضاه. نيراوند اذن غزوة تبوك هي غزوة العسر. أسباب التسمية ذكرناها. ثورة أديني غير نظام علم أبي طالب أهل ترى شارك في هذه الغزوة؟ لم يشارك. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يسقم المدينة وريد دارها كذا الصحابة. إنياس النبي صلى الله عليه وسلم كيف تخلفني يا رسول الله مع النساء والصبية؟ إجرك ذا ريش مشطحك ذا سلاوي. إنياس النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. ذي المناسبة يكيس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوسام نسميه وسام استحقاق. فهمنا؟ تصوروا معي اذا خليونا نشاركوا او نستحضر الاتموسفير الجو نتاع غزوه تبوك او غزوه العسره. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابه وكل واحد بما انفق الى اخره. طيب استخلف علي بن ابي طالب على المدينه المنوره و استفسر علي بن ابي طالب امشي قرط الجضي مع ثلاوين وكذا اكل الصبيه. سلام رد النبي صلى الله عليه وسلم وكان وساما وسام استحاق للامام علي رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. وذي قمن ذي المدينه اذن بعدما خرج جيش المسلمين بقياده النبي صلى الله عليه وسلم قمن تروى كاتيجوري ذي قمن قمن المنافقون ونشور كارد الغزو طيب ونغم اعتقد كين غادي ندرسوا لنا الجامعه وايض في غزوه بني المصطلق المنافقون شاركوا في الغزوه ايضا الاسباب معروفه كل ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وينتصر انتصارات وبعدين يقولها الصحابه يجيبوا الغنائم وكذا هيا يلا ولازم كلنا نشارك. وزرى من بعد غزوة بني المصطلق التي انتهت بإسلام القبيلة كاملة ولم يحصل هذا بعد غزوة أن أسلمت قبيلة كاملة كما وقع بعد غزوة بني المصطلق وقد ذكرنا ذلك أعتقد في هذه الحلقة أو في الحلقات العلمية الأخرى. ثم وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بجويرية بنت الحارث عرفوا كل هذه الحكاية إلى آخره. وبعدين بعد ذلك نعم في عزازقة بارك الله فيك إذن في السيرة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم دعا سهره وهو قائد العدو
يروح لزر يليس وبعدين عرض عليه الإسلام وبعدين أسلم وبعدين الصحابة اعتقوا جميع الأسرى اعتقوهم. خطر في ذي ظولان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا هذا السر من أسرار زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه بزوجة جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، أليس كذلك؟ وقلنا هي معروفة بأنها من الصابرات من المحتسبات من الذاكرات الله كثيرا أكذا، تذكرون هذا؟ وهي من رواة أحاديث الدعاء، من أحاديث الذي أخرجه الإمام مسلم. أشكون الكلام الحديث؟ سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقي، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. هذا من الأحاديث اللي روتها أمنا جويرية رضي الله عنها. بعدين يرد في الحكاية باش هذه اللي بعد المنافقون أبرسمي ولا الدعوات فغوك نتائج إيجابية للإسلام، أم بعد سفغد تلو فوق قدران حاولوا يديروا حرب فتنة بين المسلمين بين المهاجرين الأنصار. وبعدين المذكفة حديث الإفك، حديث الإفك أو حادثة الإفك التي ذكرناها في بالتفصيل في حلقة من الحلقات. بعد ذلك نزل القرآن مبرئا لأمنا عائشة رضي الله عنها في سورة النور من الآية 11 وما بعدها، قد تكون إلى غاية الآية 20، وبعد الآية 21 متعلقتين بأبو بكر الصديق كي قالوا بلى، قال ربي سبحانه ألا لا تحبون أن يغفر الله لكم إلى آخره. معنى جماعة الخير ونحن ندرس السيرة نتعلم الفقه ونتعلم التربية بالمواقف، تربية بالمواقف. أعود إلى المدينة. إذن في غزوة العسرة وغزوة تبوك قيم المنافقون إذ قيم أكل معذورون أصحاب الأعذار وقاذ يرزن وقاذ يهلكن وقاذ وقيم المخلفون هذا قد برت القائمة بشر كملة إلى قاتل دفكم لن ثلاث المثاثيين يلا كعب بن مالك سواس عشر عشر والسن خاطئ خاطئ هلال بن أمية قيل والسن وأيضا اسمه مرارة ثلاثة يجي. لماذا تخلفوا؟ وطبعا القرآن في سورة التوبة سورة التوبة والحكاية نسنطول وكاتل الحكوة لقى نوض العيشة ويا ربي باش نكمل شو فاضي يقول الأحاديث. هؤلاء المخلفون هؤلاء من 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 الصحابة الكرام، ولكنهم تخلفوا عن الغزو، تخلفوا بسبب التسويف. أها كان بعد كم كعب قاسي قرها كان كشاغل الفارسي جهد أثن قضاء أثن قضاء غادي رحنا لسلافيون رحنا للشاحنات. المهم تخلفوا عن الغزو وبعدين تعرفوا كيفاش قبل ما ينزل وحي عليهم وبعدين المقاطعة اللي صارت لهؤلاء الثلاثة وبعدين كعب ويحكي النفسية نتاعو يسكد يسكد ويسكد ديبارة وانت يهضر في نفسه يقارن كاين صاحب بلاغة سغي وكلس الله الله الحقاثة يزمر الدين كريم مسلاين يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع غير خطر الاخرين لانه كاين شدف ولكن الثلاثة صدقوا. المهم الحكاية طويلة سنحكيها ان شاء الله في حلقة السيرة في عززقة ماشي في العتيق. المهم الكلام كله بعدما بينا صحة السند بينا الخطأ الذي وقع فيه الإمام مالك في الحديث رقم 70 وبينا السند الصحيح سواء عند البخاري أو عند الإمام مسلم أو كما ذكره الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد المالكي وهو الإمام المالكي بينا السند الصحيح. إذا وصلنا إلى المغيرة قال المغيرة بن شعبة ذهبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته كل المقصود ذلك باش يروح يعني يقضي الحاجين الطبيعية في غزوة تبوك. قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه السردمس ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته خطر لا ضيقة ضيق فلم يستطع من ضيق كمي الجبة ورزمادي السفة إفاسني سي الجبة لكن زمادي لي ودي ولكن مدام زمارتي دي السفة المعنى يس أمش يسر دو ثميس أكين غسر ثميس بس كيف أسمي كفران يوفى الصعوبة باش يدي فخطر باش يستر دو ثميس فاقين مفهوم دو ثميس دمزور قبل مرفقين وقيل مقصود يعني مسألة خفيفة. الزرقاني في شرحه في كتفاصيل في الموضوع دقيقة ولكن يهمنا مقل كان
التدقيق نتاع الصحابة في تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ووفاء الصحابة عليهم رضوان للنبي صلى الله عليه وسلم وهم من تربية يده الشريفة تعني من تفاصيل دقيقة هكذا من ضيق كمي الجبة. وذكر الإمام مالك بالتفاصيل كما استمعتم. طيب سيدي فأخرجهما من تحت الجبة في سفرة تحت الجبة ما كنت أريد من قنظر وزمار أذي بلا قنظر سكت زادي تحت ال... فغسل يديه ومسح برأسه ومسح برأسه واستخدم الباء كما هي في القرآن وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم. الباء الند المعنيس هي من حروف المعاني من حروف المعاني قد تفيد التبعيض قد تفيد الإلصاق إلى غير ذلك من المعاني. ومسح برأسه. وين جاي الآية في سورة المائدة؟ الآية السادسة من سورة المائدة. ومسح على الخفين. هذا هو موضوع الشاهد يكون الباب بنشرح هو مسح على الخفين. ومسح على الخفين صافي دقي الحديثة قد يروى اسم سيد يدي الصوض المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إنك النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ونغم 70 من الصحابة اللي رووا الأحاديث المتعلقة بالخفين سواء في الكيفية سواء يكون تفاصيل متعلقة بالمسح على الخفين وسبق طهارة المائية ما هي طهارة ترابية يكون تفاصيل ذكرنا بعضها وسنذكر الأحاديث الأخرى في لقاء اليوم وفي اللقاء القادم إن شاء الله. ومسح على الخفين صافي. إذن هذا الحديث رقم 70 دليل من أدلة المالكية على جواز المسح على الخفين كما ذكرنا في مقدمة لقاء اليوم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم صافي. اسمي ديوغال المغيرة بن شعبة أكد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان لوضو يفاد ذات تظليف صافي لان الصحابة أنوي إكزولني سن إماما عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف جماعة الخير من كبار الصحابة من السابقين الأولين الذين أدخلوا الإسلام أتنقل الإسلام وقد شهد الهجرتين. ما تفضل هذه الكتب عشان عبد الرحمن بن عوف شهد الهجرتين المقصود الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة شيء طبعا تقول هي أفضال سمحت لي شغلان بارين البارين ما كيفهمض. لذلك قلنا لكم مرارا الصحابة يتفاضلون الصحابة يتفاضلون رضي الله عنهم جميعا ولكن يتفاضلون حتى لو كنا نذكره ليش يا عبد الرحمن شهد الهجرتين واحد من السابقين الأولين اثنين ثلاثة من المبشرين بالجنة من العشرة المبشرين بالجنة ثلاثة إلى وين نظر مهم جدا أيضا من أهل الشورى الستة عمر بن الخطاب قبل ذي مث يا أخي سان صحابة ومسمن أهل الشورى انسى ذي ومسيس بشد اختيارا الخليفة بعد عمر هكا إذن يسعى كل فضل جدا من القرآن يموث في سنة 32 للهجرة يموث في سنة 32 للهجرة النبوية. إذا انتبهوا معي أعود إلى حديث وعبد الرحمن صافي النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع مع المغيرة بن شعبة ليش وعبد الرحمن بن عوف يأمهم فلن تظلي. صوروا معايا إن شاء الله نلاقوا كيف الصحابة أذكرون اللي ظل الرسول صلى الله عليه وسلم سنضى استعقى ستسوي ستسوي الرسول ثايا صلت الشيني ولكن الصحابة من فقههم قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم إماما واش من الصلاة في صلاة الصبح صلاة الصبح صلاة الصبح ركعتان أيضا في مسند الحديث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم الواواقي وهو الحال وهو الحال معنى وجد حالهم يصلون جماعة
بإمام يأمهم هو عبد الرحمن بن عوف. الواواقي كما الواوني ديوسان في زورة الزمر تشفوا عليها، وسيق الذين اتقوا ربهم قبل ذلك، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها كما كان فتحت تجي ورش فتحت حفص ولاش الواو ذاكي. أروح زيغ المقطع النظم الأخير، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت أبوابها مادام صورش، وفتحت أبوابها، وفتحت أبوابها حفص. الواواقي واو الحال معناه المؤمنين رجع الله ربي سيسن هذا في باب الجنة مفتوح، ماشي هذا ما يستفطر خاطر ما استفطفض صار كان تاخذ منا كي استقبل هذا ما استفطفض وترجور وتصوم كي نرجو مما الا سوف تبور تيلدي مرحبا لا سلامة وقيت ترحب هكا جماعة الخير. لذلك تتمة الآيات تعبر عن ذلك هكا سلام عليكم طيبتم إلى آخر الآيات. ذاكي وصفي النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يا أمهم. سمحوا لي نقول الكلام باش نقول لكم اللي مثلا من السنن أما ذي البخاري أما ذي المسلم أما المستدرك الجانب اللغوي هم عمالقة في اللغة العربية على بالك معنى السن تعرف مليح السن تعرف مليح صافي مما توفي الله بك ودينا راسني مقبرة مقبورة وفي قال لي صوت الروايات تختلف تلك الصحة تلك الصحة يكون يصير مقبرة مقبرة مي مقبورة تجوز إلى آخره ما في فضل الرواية اللي ظن معنى ذلك تجوز أليس كي باش الإنسان وإذا قارن سيني سنة سونسيني كنسا كل شو غينا سونسيني كي السنة حاجة كنسا كان يقول لك خطأ لا إذن يا أمهم صافي إذن وهذا لم يرد في الحديث ولكن الصلاة اللي صليها صلوها الصحابة هي صلاة الصبح وقد صلى بهم ركعة صافي فهمن باللي ظل سن ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم صافي النبي صلى الله عليه وسلم كان مسبوقا وزرع أحكام المسبوق فكان درسوها في الموسم القادم إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله أحكام المسبوق مد يسيون فاتت ركعة أو سنتين أو ثلاثة ماشي دين سهل لنا ماشي دين سهل باش يفهم بلادنا من التفاصيل هذيك غادي نوك الأحاديث فقضوا فأتموا أو رواية الأحاديث من بعد التوالين البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال سلطة عند المالكية تفاصيل تخلخل المخ باش انت تفهم منها وممكن عاد ما يشنو وسيد هذا خلاص لي انا عمي صافو لي السنه ديني السنه راه خلاص تجي تفضل تولى فورا وتقرر يدي المغرب غير تفاصيل هذه السنه واش غير راه ماشي خاطي ما كتبوش غير باللوحه اللي كتبتي كاللوحه كذا كيفيه ترقيع الصلاه من بعد لا كل حاجة تحوجها مسني وثام مسني تحوج الصبر والصبر إلى قدر الصبر الجميل فصبر جميل. وين جت الآية هذه في سورة يوسف على لسان من يعقوب الآية 18 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس مباشرة يستدوري ففزع الناس تصور جماعة الخير أتسليم المثوى يعني حل فمك النبي صلى الله عليه وسلم التحق ومن سلم أن ولي الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليرقع صلاته فزع الناس الفزع عنده أسباب ممكن مجموعة الظران باللي النبي صلى الله عليه وسلم فاتت ركعة فزع أمشي يعني الرسول يصلي مأموما والصحابي يصلي اماما ما غلاش معناتها هذاك كان يا اما يا عكا هذا اللي قد لو كان كريم دينار هذه الظل ابار ديك الشمس الشيخ اما الشيخ اول الشيخ عبد الرحمن اي ما الشيخ يسمى الشيخ يسال المقام يا خويا اتحرك حتى السي ومشي هذا استقدم يا الظلم يا حبس الشيخ فهم فكيما في الحداقه هذه صرف قال انا وقاس طول تسنى ديال المحراب وكذا خاطر نكون تسجل سلما لا علاقة بالإسلام يعني. والو والو سوى الهوية الهوية خلاص وهذا أمر مؤسف خاطر نكون يدي ديننا كلشي يقرز ما نسني تنفهمي كلشي يقرز ففزع الناس
صافي كاين اللي فزعوا بسبب انه كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مأموما ويصلي به الصحابي اماما. ولكن كاين اللي فزعوا بالنسبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه كامله هنا ركعتين ويكرا دير له صايد صافا سقرني هماله بالك وقت صلاه الصبح وغال ثلاثه صح ولا ماشي؟ جا اليوم الحديث من قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاذى بالصبالي سكسيف كسلوك الصحابه فما عون فهمت عين خدم اي خدمه خدم صافي ممكن وهذا امر وارد منطقي منطقي. لذلك في الروايه مثلا ابن سعد ان يك فاكثر التسبيح خاطر ما يغضي سبحان الله سبحان الله هكا فاكثر التسبيح كانه يعني ينتبه ربما بالك النبي صلى الله عليه وسلم يغلط يكمل هذه قيم هو كلها محتمله. وممكن فزع الناس لاعتقاد بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح كامله ثم اضاف ركعه اخرى ربما صلاه الصبح اضيفت اليها ركعه ثالثه وهم لا يعلمون ثم انهم انه يصلي صلى امام ماموما ولو صلى اماما لاتبعوه يعني جمله من الاحتمالات سيدي بروبابيليتي وارده ممكنه. بعدين نذكركم روايه ابن سعد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسنتم قضى يعني يغرم الركعان صفات ان يس الصحابه احسنتم لا يا انتهى الحديث الحديث رقم 75 ذا شو الحكمه تجي في ذمسي احسنتم هيك تفضل هذا السؤال لك نعم اكسس نغفل معقول سدير كسا كسا قنص قبيل كسا غفل ولا ونون كسا غفل خطر سانت نغفل اكسس نغفل زين الى وين نون حكمه نون تفطنوا لما حصل يلا زيد بارك الله فيك احسنتم من الظلم ويترجم ممتاز انا عامل. لذلك الفقهاء استنبطوا حكما احقارا الصلاة عندها وقت الفضيلة أول الفضيلة الوقت هو أول وقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقوتا معناتها نصلي الصلاة في وقتها ونحرص على ذلك في أول وقتها ولو فاتتنا إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم جد ثقية نغلى جماعة حتى الرسول راه يربي لا تي ولا براتيك ميم ثقة ذاك كل شيء اللي ظهرنا ميم الخطا اللي خطا النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وكان انسان لما اخطئ لاعلم يا قساتي كلها الاحاديث الناس وصل. ولكن سمحت لي هات بالك لاحظتم دققت في بعض الامور كتفاصيل وكل استطرادات مهمة خطر كان اللي حبيت نقول نريد صياغة عقل صياغة علمية منهجية للعقول. سنة كي خدمة محاضرة معهد سيدي عبد الرحمن يلولي وقال لهم اي ما عاد فغن ناس محاضرة خدمة يعني من كيفية صياغة عقلية علمية منهجية باش اللغة المخ يخدم نورمال ما يخدم كل مخ نورمال دوغال نقرز الشوال غاسل غلط مثل ما دوغال سيدي لي روبير سهلانت اكيد يسمكتي اما ولاش لابوسول تروح روبير روح من بعد نسعوا مشاكل في القرانين سي بور سا الفقهاء الفقه معنى الفهم دقه الفهم استنبطوا جمله من الاحكام منها هذه انه الاولى صلاه اداء الصلاه في وقتها الفضيل ووقتها الفضيل هو أول الوقت ولو فاتت صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قدموا عبد الرحمن بن عوف باش يصلي بهم إماما فميدا شمعت الخير إلى وين نظن ذا ننتد الفقهاء جواز تقديم أو إمامة المفضول على الفاضل
المفضول هاي عبارة فقهية. إذا يكون فاضل يكون مفضول. حد يسيون شيخ من شيوخ الله يبارك لا عمر يسعى 60 حزب ذو قرويس لا عمر مقار إمام شحال سنوات هو الأولى بالصلاة. ممكن هو يقدم واحد آخر أدنى منه أصغر منه سنا وعلما وعادي يجوز جواز. طبعا هناك ترتيب للإمامة أفقاههم أقرأهم إلى آخر سنأتي يظهر من ذلك حتى من ذي اللباس سبحان الله العظيم أنا عميه لباس نظيف وكذا هو ديكس كلش ديكس الفقه ديكس السيفيزم ديكس كلش سوف تأتي إيه ما إلا لنسين كيف كيف ديم كلش فنسين حزب كيف كيف غرمت مع عمر كيف كيف ديل عمر كيف كيف إلى آخره أنا ولي مين بلبس نس إيه ولا يقدم هذا كل بساعة يسأل لباس وخذ ماشي هذيك الساشاشيت هذه خدمة سميتها جوكينغ هذه قدم لا مفهوم مش مثلا لذلك زي كيما عندي شوارع تسمي حنان على بالك تسمي حنان شفاهم بس في التفسير ولا شاشاشيت لم يضرب الصماح وكذا يغالي يقول بنت شاشيت ماشي تسي ولي وكذا كل زر زرنا الله كيف كيف مغاران مغاران مني خاصنا في محتاج لو فات هذه زر باللي انتبه انا غاقلمون مري لي وقفات فرود الحمد لله وجيتو تيرا اقلمون فرضك إذا صافي النبي صلى الله عليه وسلم حسين فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم قال أحسنتم أحسنتم إذا فهمنا ما معنى كلمة أحسنتم على بالك جاوبوا عليها شيخ نور الدين العقلية فقهية محترمة جدا راهي الأمور تتطور تطور ملحوظ جدا احنا ما قلنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أحسنتم فأجابوا وجاوب 10/10 يلا سيدي وعدتكم برواية ابن سعد فصلينا الركعة التي أدركنا الناد المغيرة بن شعبة لو سألتكم الآن عن السند الصحيح الذي أخطأ فيه الإمام مالك اليوم الإمام مالك أذكرنا الخطأ نتاعو في السند هي وفهموه عادي الحمد لله فهمتوه يا جماعة الخير صافي تقول الإمام مالك أخطأ مشي لا أخطأ هو قال كل ابن آدم يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبيل مفهوم؟ ولكن هذا الخطا بينا واش قال فيه البخاري مسلم ابن عبد البر في التمهيد وكذا الى اخره تفهمنا ولكن خطا صغير في نسبه عبد بن زياد الى المغرب بن شعبه وقلنا لا يتصل به لا في النسب ولا في الروايه شرحنا هذا ولكن نعود وعدناكم بروايه ابن سعد انك فصلينا الركعه التي ادركنا وقضينا التي سبقتنا صفي صلاه الصبح ركعتان فقال صلى الله عليه وسلم حين صلى خلف عبد الرحمن بن عوف أشوف سنين يسمى قبض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته هذا فضل آخر وسام آخر يضاف إلى عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف يذكر ترجمة تاعه هو من السابقين الأولين واحد اثنين شهد هجرتين الحبشة والمدينة ثلاثة من العشرة مبشرين بالجنة أربعة من أهل الشورى الست توفي سنة 32 طرندو 32 للهجرة أضفنا إليه ما وراء هذا الوسم اللي ورد في رواية ابن سعد الله يبارك كل هذا الحديث شاهد ومسح على الخفين اللي ذكرناه في متن الحديث إذن هذا الحديث رقم 70 وفهمنا مشروعية المسح على الخفين على الخلاف المذكور بين الجمهور والمالكية بخصوص الخفين مع الخفين وإلى آخره والتأقيت وكلها ذكرناه أذكر هذه بالنسبة للإخوة الذين التحقوا بنا باش يعني يفهموا بلي هذه المسائل كلها شرحناها في مقدمة لقاء اليوم الحديث رقم 71 وحدثني عن الملك عن نافع عبد الله بن دينار أنهما أخبرا أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر إذن هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ند التمييز بينه وبين عبد الله بن عامر بن العاص من ند عامر معنى عمرو بن العاص هذا ولي عمرو بن الخطاب قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص الذي الكوفة وكان أمير الكوفة من أمره والده عبد الله اللي هو عمر بن الخطاب إذا عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه ولد فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الكفين فأنكر ذلك عليه يعني يولى سعد بن أبي وقاص يولى يمسح على الكفين فأنكر ذلك عليه
فقله سعد. يعني سعد يقول لعبد الله بن عمر، من هو عبد الله؟ كبار الصحابة. حينما أنكر عليه، يعني كيف تمسح الخفين؟ وللناد حوالي 70 صحابيا رووا الأحاديث المتعلقة بالمسح الخفين. سعد بن أبي وقاص شو سنة يا عبد الله بن عمر؟ إن يسل أباك سقسي بابك. هذه من الملح اللي موجودة بين الصحابة، سقسي بابك سقسي بابك. كما تقول واحد مثلا تقول ما تعرفنيش، أنت ما عارفكش. وعادة الصغار هكذا ينكرون على الكبار. مثل الإمام أحمد سقى، شكون هذا الشافعي؟ كل صلاة تسقر اللهم اغفر له، ولا شكون هذا الشافعي؟ يا عادتنا هكذا. مرة الشيخ عصام البشير جبل جبل العلم كي خرج كتاب الشيخ الغزالي قال ما رأيك؟ قال ما خطيني، خلوا هذه العلماء كبار واش دخلني. والشيخ عصام البشير يعني كي بدا يهضر برك يهضر يهضر، يعني تقول ما يحبسش هذا الإنسان، ولكن عرف قدره وقيمته. تقرأ الخلاف بين العلماء الكبار، الشيخ الغزالي والشيخ الألباني فيما يخص بالحديث كذا الأخير، والشيخ الكرز الشيوخ الكبار اسمه ذيك ما يقدرش مين طا يهضر باش يدي كلمة سيدي رأيي وخالف أو كذا وهذا. إذن فقال فأنكر ذلك. فقال له سعد سل أباك. على بالكم سعد بن أبي وقاص كي قالوا سل أباك ممكن فهموها تغنت سقسي باباك، باباك هو عمر بن الخطاب. لا لا ماشي تغنات. نفهم من هذا الكلام أن سعدا يعلم مشروعية المسح الخفين، ويعلم أن عمر بن الخطاب يعلم مشروعية المسح الخفين. هذا هو المقصود فقط. إن أسأل أباك إذا قدمت عليه، كي تروح لباباك سقسيه، خطر يعلم. إذن جواب عمر سلفا. فقدم عبد الله بن عمر كي وصل عند بابا عمر بن الخطاب ناسيا يتسو، فلم يسأل، فنسي أن يسأل عمر عن ذلك، ما سقساش حتى قدم سعد. لو تلاقاو كامل مسألة فقهية ما خلاهاش تفوت يصرح، يذكره بمسألة فقهية عندها علاقة بالعبادة بالدين. ونفتح قوس آخر، ربما احنا الناس يتذكرون غير المآسي في حسيفين، قرص تقريبا في حسيفين، على بالك جدك مع جدي داروا بروبليم في السوق في 1940، نذكر الآن باش فيه امرأة رفض زواجها بهذا السبب، صدقوني غير هذا السبب. شو السبب؟ خاطر جدي أكل جدي سبق شيشة كي نغن يقولوا وقتها كي نغاسي الجدة كانت هناك موثل الله يرحمه. يقولون يسمع هذا الزواج، يسمع هذا التصفيق الخلاف مش كيف حسيفين. حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ إن هناك ذمة مشغولة بالسؤال، أسألت أباك؟ فقال لا، كان صريحا قال. فسأله عبد الله ثم سأله مباشرة. فقال عمر، ضبط الآن عمر الخطابي يحدثكم ويحدثنا، إذا أدخلت رجليك في الخفين يعني وهما طاهرتان فامسح عليهما، يعني معناه لازم تكون طهارة مائية ماشي طهارة ترابية، ماشي واحد يتيمم أم بعد يلبس الخفين أو الجوربين عند الجمهور كما شرحنا في مقدمة اللقاء وبعدين يبني على هذا. لا 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 لا، إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان، وإذا قلت طهارة تنصرف مباشرة إلى الطهارة المائية التامة، طهارة مائية كاملة. من إيش من هذا الحديث؟ من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى، ما زال أحاديث أخرى سواء في الموطأ، ما زال أحاديث 73 74، ما زال أحاديث، وكذلك أحاديث أخرى في الصحاح وفي عند أصحاب السنن. إذا أدخلت رجليك، سورة عمر الخطاب سقاري بن عبد الله، ما تشمض إظهرني ذي الخفين وهما طاهرتان، طهارة مائية تامة سابقة، فامسح عليهما. بعد ذلك يعني حينما ينتقض الوضوء امسح عليه. قال عبد الله الذي سأل أباه، وإن جاء أحدنا من غائط، يعني تنقض حاجته، معنى كان طهارة مائية يتوضأ
وبعدين يصلوا يلبس يلسان الخفين من بعد يخسر صلوه ويروح الى الخلاء وقضى حاجته. وكيف بالنسبه لهذا اشكال، ربما هو يتصور ربما الاحتمال الوارد انه ما الا صلوه يخسر صلوه النغ يعني لم يخرج شيئا من احد السبيلين. ولكن للتدقيق فقال عمر نعم ليس نعم وان جاء احدكم من الغائط من الغائط. انتهى الحديث رقم 71. في الحديث رقم 72 لازم نتم هذا الباب ان شاء الله. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر بال في السوق. ايضا بعض الكلمات جمعت الخير في الحلقه العلم. هذا علم ورب سبحانه ذكر هذه الاشياء ذكر اليس كذلك والآية تعرفوها وقد أشرنا لها فيما سبق عادي تماما. وثاني في نفس الوقت نشوف الشفافية اللي يعيش بها الصحابة في السوق. ثم توضأ يغلظ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه مسحوا برؤوسكم ثم دعي لجنازة من سيارة صلاة الجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. لقي السؤال المطروح يطرح إشكال تاع الموالاة الموالد صافي ليس يصير من بعد اني يظهرن مسيحة على الخفين الا هناك فاصل زمن. ذاك هناك احتمال ان السوق مع المسجد متجاورة معنى الفاصل لم يكن طويلا. هذا احتمال وارد. وحنا ما تنساوش ذكرنا موضوع الموالد بالتفصيل واش قلنا فيها تجب صح ولكن تسقط. تجب مع القدرة والذكر والتذكر وتسقط مع العجز والنسيان. شفتوا القاعدة شرحناها وجبناها تطبيقات عملية. إذا تجب وتسقط مع الغفل مع النسيان أو مع العجز. فمسح على خفيه ثم صلى عليها. ذاك الشاهد كل أحاديث تسمعوها كلها تقريبا معاني متقاربة تأكيد على مشروعية المسح على الخفين كلها وردت في الباب. وطبعا من اجل الامام مالك يجمع كل الاحاديث الوارده في الباب يجمعها في باب واحد. حديث 73 وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش انه قال رايت انس بن مالك اتى قباء فبال ثم اتي بوضوء. بوضوء يعني الماء الصالح للوضوء ما دام الواو مفتوحه بوضوء. اما الواو المضمومه وضوء معنى العمليه في حد ذاتها. إذن ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه. هذه كلها شواهد في الحقيقة نذكرها تدل على أن الصحابة كانوا يمسحون على الخفين فضلا عن حديث ذكرناها وقد أشرنا إلى حوالي 70 صحابي اللي رووا هذه الحديث. فغسل وجهه ويديه المرفقين ومسح برأسه عادة بقى مرة أخرى ومسح برؤوسكم ومسح برأسه ومسح على الخفين أيضا مسح الخفين. ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة. لقى الإمام مالك سئل كما يقول الإمام يحيى ثم لبس خفين صافي توضأ وضوءا وضوء يعني بالطهارة المائية ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه. فيستأنف الوضوء فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه. خطر مدام اكسيثم كستون ديان سيبو سامي دننا موضوع التأقيت. أذكركم سادتي ننات دقي خلاف بين الجمهور وبين المالكية. المالكية موسعون والجمهور فرقوا بين المقيم والمسافر. المقيم كم؟ يوم وليلة. والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. أما المالكية لا يقولون بالتأقيت أو بالتوقيت أي بلا حدود. بلا حدود. ولكن بعد طبعا ينصح الإنسان ما يبقاش يعني يمشي مع هذه الرخصة إلا إذا كان احتاجها ربما يحتاج سمانة 10 15 يوم لا حرج في ذلك أخذا برأي المالكية. ولكن معناتها الانسان لازم يبات بهم ماشي ينحهم ميكسيت داين. ثم ردهما في رجليه ثم نزعهما ثم ردهما
في رجليه أيستأنفه؟ فقال لينزع خفيه نكس وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين. بيّن الإمام مالك أن وليهر نظر نزل الخفين نغذي الجوربين على رأي الجمهور، إنه من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. كل كلمة في بلاصتها، كل كلمة في محلها. وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، ماشي بالتيمم. وأما من أدخل رجليه نزعهما في الخفين وهما غير طاهرتين، مزيد من البيان، غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. واضح هكا؟ يعني ما إلا يجري ضرنيس ديال الخفين وزدي ثاري ضرنيس وزني السير ذرا، ماشي تني السير ذاك في من انا عن الوضوء، لا خاطر ما إلا يسير كان ضرنيس كواسيف غاشيني هما لا ثورة ذرا الخفين نينو خاطئ. إذا قاتني السير سنية الوضوء، إنما الأعمال بالنيات. هكا جماعة الخير، إذا رد مثل ذي نقولها أري السير بنادم ذي الوضوء. قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه، لقيذا يغلظ عليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين، فسهى إذن هذا سهو نسيان إتسو، فلم يمسح عن الخفين. وقال السؤال وجاء الإمام مالك حتى جف وضوءه وصلى. شوية سمليح، حتى جف ماشي وضوءه، وضوءه يعني الماء اللي غسل به اللي توضى به جف وصلى. قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء. شكون يقدر يجاوبني على هذا الإشكال؟ أمشي السقارة عاودي تظلي وتعوض على الوضوء، مشكلة. ودير في بالكم بلي المعدوم شرعا معدوم حسا، قاعدة فقهية، المعدوم شرعا معدوم حسا. أم كيف الحل الإشكالي؟ إذا يقسم المنطق كتفضه، ولكن تربطوا هذا السؤال بما ذكرنا فيما سبق، في بالذات في موضوع الموالاة. قلنا واحد كان مسا تفكروا كان يتوضا الإنسان وبعدين نسى مسح الرأس حتى ندخل الجامع، وبعدين تفكر مسح الرأس ماذا يفعل؟ هل يروح يعود الوضوء كاملا ولا ما يعودوش يدير غير مسح الرأس؟ ثم إذا مسح رأسه هل يكمل الأعضاء التالية تحقيقا للترتيب أم لا؟ ذكرنا قال الاحتمالات الفقهية كلها وردت وشرحناها بالتفصيل. أذكركم سادتي معلش لا أطيل، موضوع الموالاة ذاكي ليمسح على خفيه. نعم ما انتهى نتسوقي هذا. سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه، يعني يغلظ وانسى، معنى نفترض بلي عنده طهارة مائية تامة كاملة ينسى الخفين عادي، وبعدين انتقض وضوءه راح يعود الوضوء، أي تغلظ وأي تغلظ أسمي بض ذي ضر ذي نقوله هو في نيته طبعا يمسحهم، يمسح الخفين، ولكن اكفسها عن المسح على الخفين يتسوم. وبعدين حتى جف وضوءه، وضوءه وضوءه جف وصلى جف ويزول. قال شو قال جاو الإمام مالك ليمسح على خفيه، قال يمسح في الخفين، ولكن دقي هناك إشكال، الوضوء النجف ذا الوضوء جف ذا قديم، بدليل كما ورد في الحديث أنه جف دائم، معنى هناك جفاف للأعضاء النيف كم وزيد الماء المغسولة والممسوحة بالماء بالطهارة الترابية المائية، وزيد الموالاة غائبة ذاكي. أم كسي قرى ليمسح على خفيه، أعطى له الأمر قال له يمسح على خفيه، صافي الموالاة، إشكال الموالاة تروح من جديد تروح من جديد، ولكن جوابه ما ذكرناها آنفا، الموالاة تسقط مع النسيان
أو العجز وذاك تحقق الشرط سبب غلا النسيان سها إن الله قد تجاوز يجعل أمتي الخطأ النسيان والخطأ وما استكروا عليه. في رواية أخرى إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ونسيان وما استكروا عليه. رفع عن أمتي الخطأ رواية أخرى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. إذن موضوع الموالاة يعني تتابع عني وكي سقط باش بالنسيان كما ورد في مثل الحديث فسها عن المسح على الخفين. أم بعد الناس ليمسح على خفيه صافي. إذا مسح على خفيه الوضوء ينسي ولا ينكمل يصلي الصلوات بعد ذلك بعد المسح على الخفين وليس قبل أليس كذلك؟ وليعد الصلاة أيضا سنو ليعد الصلاة لأن الصلاة تمت بغير مسح بغير غسل بغير غسل للرجلين وبغير مسح للخفين على الخفين. فهمت الإشارة صافي. إذن هناك عضو لا يجب أن يغسل أو يمسح على الخفين إذا توفرت الشروط وكلاهما لم يتحقق. لذلك الإمام قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة التي تمت بغير مسح على الخفين. فهمت المنطق؟ من بعد الناس ينش ولا يعيد الوضوء سبحان الله ولا يعيد الوضوء ولا يعيد الوضوء. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم من الحديث يجوز عدم إعادة الوضوء مفهوم. كي تسمعوا حاجة تجوز معناتها إذا كان الإنسان أعاد فهو حر كما الكلام مرة اللي فات موضوع المسح على مسح الرأس إذا كان إنسان ممكن يعود من جديد. ولكن من الفقه أن يعلم وإذا علم فقها ماذا ذكر يستثمر فقهه حسب الحال. إيه بالك أنت تفوت تكبير الإحرام وتفوت كركعة ولا زوج يا خويا اعمل بما ذكرناه أمسح ولو كل بالماء كان جيوا السنكية شوي بمن أمسح الله رسوله كمل مع الشيخ والسلام عليكم صلي وما تفوت حتى ركعة. وإحنا شفنا الآن كيف أن الصحابة قدموا عبد الرحمن بن عوف في الصلاة بهم إماما والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما وحينما قضى يعني صلى الركعة التي عليه قال أحسنتم. وخرجنا الأحكام الفقهية منها جواز إمامة المفضول على الفاضل وكذلك تأخير يعني الحرص على الصلاة في وقت الفضيل وقت الفضيل انتعوى وأول الوقت ولو فاتت الصلاة خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا ذكرناه فيما سبق. إذن إمام مالك يمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء بمعنى إذا أعاد الوضوء فلا حرج ولكن من حيث الجواز يجوز أنه لا يعيد الوضوء. وسئل مالك هذا آخر مقطع في الحديث رقم 73 وسئل مالك عن رجل غسل قدميه السارد الضرنس ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. معنى تمني يخدم هذا التأكيد لما ذكرناه لازم تكون طهارة مائية مسبقة تامة بعد ذلك يلبس الخفين والرجلان على طهارة بعد ذلك يجوز المسح على الخفين أو على الجوارب القاشر كما ذكرنا الخلاف بين جمهور الفقهاء والمالكية. الآن في نهاية هذه الحلقة